اهلا ومرحبا بكم متابعي موقع مصراوي. يتجدد معكم اللقاء احمد مسعد من صاله تحرير موقع مصراوي. النهارده هنتكلم معاكم عن الارصاد وهنقول لكم الطقس المتوقع النهارده وغدا وابرز الظواهر واماكن سقوط الامطار. هيكون ضيفتي في هذه الحلقه الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. برحب بحضرتك يا دكتوره منار. اهلا بيك يا فندم، اهلا بكل متابعي مصراوي. اتفضل يا فندم. احنا طبعا يمكن من امس واحنا بنشهد سقوط الامطار في محافظات مختلفه من الجمهوريه. بالامس الامطار سقطت على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر او السلاسل ككل، لانها سقطت على مرسى علم والقصير، بعض المناطق من جنوب سيناء، وده ادى لتشكل السيول في بعض الاماكن بالامس، وده طبعا كان وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه. اليوم المنخفض الجوي اللي بيأثر علينا متعمق بشكل كبير، فهتبدا فرص الامطار تزيد على المناطق الساحليه، وده اللي حصل خلال الساعات الماضيه. شهدت محافظه الاسكندريه، بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيره، بعض الاماكن كمان من مطروح سقوط امطار ما بين المتوسط، ممكن زادت عن المتوسط، اصبحت غزير في بعض الفترات وفي بعض الاماكن، لان احنا اليوم متوقع امطار متوسطه تغزر احيانا على السواحل الشماليه، اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري. ايضا الامطار بتتقدم من المناطق الداخليه لكن بكميات اقل، فهتكون امطار خفيفه متوسطه، ممكن تكون رعديه احيانا على بعض الاماكن من محافظات جنوب الوجه البحري زي المنوفيه والغربيه او الشرقيه، بعض الاماكن من مدن القناه، بعض الاماكن من جنوب سيناء. تمتد كمان الامطار لمناطق من القاهره الكبرى اليوم، يمكن خلال الساعات اللي جايه ممكن نشوف امطار ان شاء الله تكون في مجملها خفيفه على مناطق من القاهره الكبرى ومحافظات شمال الصعيد. يمكن السحب بدات تتشكل بشكل كبير على بعض الاماكن من محافظه الجيزه، المتوقع خلال الساعات اللي جايه يكون عليها سقوط امطار. فالنهارده الامطار متفاوته الشده، مختلفه من محافظه لمحافظه في اغلب محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد. نعم. لكن الحمد لله في تنسيق كامل بيننا وبين غرف الازمات في كل محافظه، وان شاء الله ما يحصلش اي مشاكل بسبب سقوط الامطار. بالاضافه كمان المتوقع غدا استمرار فرص الامطار لكن كمياتها هتقل في بعض الاماكن. هتستمر الامطار غدا الاربعاء ان شاء الله امطار متوسطه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفه لباقي المناطق الداخليه. يعني الامطار بكره ان شاء الله هتبقى خفيفه في المناطق الجنوب الوجه البحري، مدن القناه، بعض الاماكن من وسط سيناء، بعض الاماكن كمان من القاهره الكبرى، لكن كميتها هتزيد بالشكل الكبير في محافظه شمال سيناء. نعم. الطبيعه يعني الجغرافيه في المحافظه دي بكره. نعم. ممكن تؤدي لتشكل بعض السيول. نعم. فلازم نخلي بالنا من المنطقه اللي موجوده في محافظه شمال سيناء من سقوط الامطار المتوقع استمرارها غدا ان شاء الله. ده بالنسبه للامطار. بالنسبه لدرجات الحراره اليوم، يعني بدات درجات الحراره تنخفض عن الامس المعدل من درجتين لثلاث درجات. العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان يسجل 21 درجه مئويه، فبالتالي اجواء لطيفه تمام فتره النهار. فترات الليل هتظل فيها انخفاض في قيم درجات الحراره، اجواء بارده على معظم محافظات الجمهوريه وخاصه. نعم. ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. كمان ايضا اليوم متوقع ان يكون في نشاط نسبي للرياح يبدا معانا مع فترات المساء، يخليني احس ان في انخفاض اكتر في قيم درجات الحراره، يحسسني اكتر ببروده الطقس. الاستقرار في الاحوال الجويه هيكون متوقع ان شاء الله من يوم الخميس اللي جاي، تبدا تتلاشى فرص سقوط الامطار، تبدا الاحوال الجويه تستقر بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، وتكون الظاهره الجويه المؤثره هي الشبوره المائيه. ده من يوم الخميس حتى بدايات الاسبوع القادم ان شاء الله الاحوال الجويه تبقى مستقره بشكل كبير. بس خلينا نقول في ال 48 ساعه اللي احنا فيهم دولت اللي هو النهارده وبكره، بننصح كل الساده المواطنين وخاصه في المحافظات اللي بتبقى معنيه اكتر بسقوط الامطار الفوق متوسط، اللي هي المحافظات الساحليه، بعض الاماكن من شمال سيناء، ممكن كمان في بعض المناطق الداخليه، لازم بشكل كبير نخلي بالنا اثناء سقوط الامطار نبتعد عن اعمده الاناره بشكل كهرباء، الواح الاعمده المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه. مهم كمان لو انا يعني راكب العربيه بسوق على الطريق تبقى القياده بهدوء تام، لان الامطار لا قدر الله ممكن تسبب انزلاق عجلات على الطريق، ممكن تسبب انخفاض رؤيه افقيه، فالقياده تكون بهدوء تام. وطبعا لو احنا هنخرج فتره الليل لازم يبقى معانا جاكيت واحنا خارجين فتره الليل او فترات الصباح الباكر، لان في مزيد من الاحساس بالبروده، وان شاء الله السلامه للجميع. نعم. طيب دكتور منار، نفهم كده من حضرتك ان اغلبيه الـ الـ الامطار هتكون من خفيفه الى متوسطه، مش هيبقى غزيره او صح كده؟
من محافظه لمحافظه. بتختلف من محافظه المحافظات لمحافظه. الساحليه المطله على البحر المتوسط هي اللي فيها الامطار المتوسطه اللي ممكن تكون غزيره في بعض الاوقات من اليوم، يعني المحافظات الساحليه. المناطق الداخليه امطارها خفيفه خفيفه المتوسطه، يعني امطار خفيفه في مقبلها ممكن تزيد في بعض الاماكن وتصبح متوسطه، لكن الغزير ده في المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط ده اليوم. غدا هتبقى تحديدا قد تغزر احيانا في محافظه شمال سيناء تحديدا. نعم، طيب بالنسبة لحالة البحار يا فندم، البحر المتوسط والبحر الأحمر، هل هيكون في غلق ولا هيكون في نشاط عادي بالنسبة للبحر المتوسط والبحر الأحمر يا فندم؟ هو اليوم حركة الملاحة البحرية معتدلة بشكل كبير، فما فيش أي إغلاق لأي مواني لأن في اعتدال في ارتفاع الأمواج. بكرة متوقع أن ارتفاع الأمواج يزيد عن اليوم، يكون ما بين 1.5 لـ 2.5 متر، ممكن يكون معتدل لمضطرب، لكن أيضا مش هيكون معاه ارتفاعات تؤدي لإغلاق أي مواني. يعني حالة الملاحة البحرية هتمشي طبيعتها جدا، بس هنخلي بالنا دايما، هننصح السادة الصيادين هيكون في يعني اضطراب حتى داخل البحر المتوسط، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير. يعني لو احنا هنتعمق داخل البحر او البحر الاحمر، نخلي بالنا ان في ارتفاع موج عالي داخل عمق البحر المتوسط بيوصل ل 2.5 متر، لكن ان شاء الله مش هياثر تماما على اعمال الصيد والملاحه البحريه او حتى كمان اعمال التنزل. نعم، دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله يا فندم. شكرا لك. طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا معنا متابعي موقع مصراوي، احنا سالنا الدكتوره منار عن توقعاتها عن الطقس والظواهر الجويه، واللي افادت بيه بان بالفعل البلاد بتشهد منخفض جوي بالتاكيد هيكون ليه تاثير على حاله الطقس الجويه، واللي طبعا هتكون موجوده معانا النهارده وليلا وغدا الاربعاء، ولكنها سوف تتحسن بدايه من الخميس، ومفيش اي امطار رعديه الا فقط في شمال سيناء كما اوضحت الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي. وبالنسبه لحاله الامطار فهي هتكون من منخفضه الى متوسطه باستثناء المناطق الداخليه، يعني باختصار المناطق السكنيه هتكون الامطار فيها منخفضه، وبالتالي مفيش اي غلق للبحر المتوسط والبحر الاحمر. واحنا كنا سالنا الدكتوره منار على هذا الامر لان زي ما حضراتكم عارفين ان ده موسم الصيد بالنسبة للصيادين، وبالتالي بيطلعوا وبيدخلوا البحر الأحمر، وبالتالي ممكن تكون في خطورة عليهم. كمان ما فيش أي ظواهر متعلقة بشبورة سواء آخر الليل أو في الصباح الباكر، وبالتالي يسهل عملية السفر من محافظة لمحافظة، ولكن على أن تكون حريص في القيادة بس بسبب وجود الأمطار اللي أكيد هتكون موجودة على طول الطريق المختلف، سواء طبعا الطريق الدائري أو الطرق الساحلية. دي بتكون تغطيتنا للأرصاد، هنتابع معاكم على مدار الساعة. كان معاكم أحمد مسعد من صالة التحرير موقع مصراوي، دمتم في أمان الله.